لازم تشاركوا علشان نحلي دنيتهم بأبسط احتياجاتهم. بنك الطعام المصري معا للقضاء على الجوع. البامية عندنا طبعا احنا ما عندناش حاجة اسمها ملوخية خالص في المغرب، فالبامية بنسميها ملوخية، هو ده كل الموضوع. مفيش حاجة اسمها ملوخية في المغرب، ورق الملوخية زي النعناع للناس اللي بتقول لا دي ملوخية، فهي دي البامية في مصر، هي الملوخية عندنا في المغرب. طيب هنعمل طاجن النهاردة، هنحتاج فيه لحمة، لحمة مكعبات، شرايح بصل وطماطم متقطع مكعبات، عصير ليمون، زعفران شعر الزعفران الحر، وجنزبيل وكركم، وملح وفلفل وزيت زيتون، وطبعا البامية. البامية طبعا مغسولة ومعمولة عليها عصير ليمون ومتنظفة وكله زي الفل. طيب هنروح ناخد الزيت بتاعنا، طبعا انا هعمله في الحلة وبعد كده هقدمه في الطاجن عشان ما ياخدش معايا وقت سوى، لانه الطاجن عندنا بياخد شويه وقت عقبال ما يستوي فيه، يعني لو هياخد الاكل نص ساعه عشان يستوي هياخد في الطاجن ساعه، بس طبعا الطاجن بيبقى طعمه حاجه تانية، حاجه مختلفه خالص، بيبقى طعمه احلى بكتير. طيب هناخد البصل بتاعنا نحمره. احنا البامية ما بنحطش فيها عصير طماطم، يعني هتشوفوا دلوقتي الطريقة اللي احنا هنعملها. بناخد البصل يتشوح، بنحط معاه التوابل، بنحط الجنزبيل قبل ما البصل يبتدي يتحمر. هناخد الجنزبيل بتاعنا وهناخد الملون الغذائي بتاعنا والملح والفلفل، يعني احنا بنحط التوابل على البصل الاول وبعد كده يعني بعد كده بنعمل اللحمه عليهم. ما بستناش اقلب البصل لاني انا هحط عليه اللحمه بتاعتي دلوقتي حالا، ان انا عايزاها تعمل الميه بتاعتها او يعني تاخد تشويحه مع البصل وتدي طعمها. بناخد الزعفران شعره ونحطه كده عادي. اول ما تبتدي تتشوح معانا اللحمه بتاعتنا بنضيف عليها الطماطم وعصير الليمون، يعني بنضيف طماطم وعصير الليمون مع بعض. هو ده السحور بتاعنا برضو بنعمله بالشكل ده، بيبقى بنقدم طبعا الباميه احنا بنقدمها مع رز ابيض، هوريكم ازاي. هحط الليمون بتاعي وهحط الطماطم، طريقة مختلفة تماما عن الطريقة المصرية. احنا عارفين طبعا في مصر هنا بنضرب الطماطم وبنعمل توم، هنا ما بنحتاجش فيها، يعني ما بنحتاجش نعمل فيها توم، هنا ما بنحتاجش، احنا في المغرب ما بنحتاجش نعمل فيها توم. في الطاجن البامية ده ممكن نقدمه مع حاجة اسمها سفرجل، يعني بنضيف مع البامية حاجة اسمها سفرجل. انا طبعا دورت عليه في مصر بطريقة انا مش لاقياه، مش عارفة اجيبه، مش عارفة اسمه، يعني حتى مش بلاقي بديل لاسمه حتى على الانترنت، او سألت كل الناس ما فيش مش عارفين اسمه في مصر، فاللي يعرف يفيدنا يبعت لنا مسج يقولنا اسم السفرجل ده ونلاقيه فين، فمش لاقيها. طبعا بيبقى حاجه، هو نوع من انواع الخضار شكله زي التفاح بس هو مش تفاح، مش لاقيينه هنا. بنقدم طاجن الباميه او الملوخيه، الملوخيه عشان المغرب، فبنقدم طاجن الباميه مع السفرجل ده، بيبقى طعمه روعه، طبعا بيبقى طعمه حلو قوي. هنسيبها تاخد تتشحر او تتشوح كده مع بعض لحد ما تبتدي تعمل صوص. بناخد الباميه بتاعتنا وبننزلها عليه، بناخد الباميه بننزلها بالشكل ده وبنقلبها تقليبه. في ناس بتحب تستنى لحد ما تستوي اللحمه، اللحمه كده كده مش هتاخد معايا وقت طويل، وما بنحطش مية كتير، يعني بنحط يدوب على قد الطبخة نفسها.
علشان كده لما بنحب نساعد أهلنا وناسنا بنروح لبنك التعاون المصري.